قطاعات الإعلان بالغرفة التجارية الصناعية. أتشرف بالتقدم جميعا، شاكرا لكم حضوركم الكريم، كما تقدم بجزيل الشكر لسعادة عميد كلية الآداب، والشكر كل الشكر لسعادة الدكتور ومحاضرنا الدكتور عبد الرحمن عناد وكيل كلية الآداب على قبول دعوتنا للقاء هذه المحاضرة الإعلان والتسويق مطلب ملح. في واقع الأمر سرني وأزعجني عنوان المحاضرة. كنت أعتقد إلى عهد قريب أننا تجاوزنا مرحلة مبادئ الإعلان والتسويق، فكنت متفائلا ربما أكثر من اللازم بأنه لا يوجد أحد لا يعرف، خاصة من المنتمين لقطاع المال والأعمال، أن الإعلان والتسويق مطلب ملح. التسويق كما تعرفون مفهوم حديث ظهر بعد مرحلتي البيع الصعب ومرحلة الإنتاج الجماعي، وهو كما تعلمون يعني يتكون من الوحدات الأساسية الأربعة التي تسمى بالمزيج التسويقي، وهذه الوحدات أو المفردات تتفاعل مع بعضها وتعتمد على بعضها البعض، وكل منها يؤثر بالآخر، فلا ينظر لأي وحدة أو جزء على أنها جزئية منفصلة. السلعة المناسبة بالسعر المناسب في المكان والزمان المناسبين بعد التعريف بهما. أفضل نظرة لهذه الدوائر أن ننظر لها على شكل تروس صناعية وليس دوائر، بأنها تدير بعضها البعض، فإن اختلت إحدى هذه التروس أو إحدى هذه الدوائر اختلت العملية التسويقية بكاملها. لو تحركت إحدى هذه الدوائر باتجاه مغاير لا أحدثت مشكلة في العملية ككل. مشكلتنا في الإعلان والتسويق أن فوائد إنتاج سلعة جيدة ومناسبة تلبي احتياجات المستهلك هذا تقريبا شيء معروف، وتأثيره تقريبا شيء لا نختلف عليه. توفير السلعة في المكان المناسب يبدو لي أيضا تعتبر من البديهيات. ما أريد أن أقوله هو أن الخلاف والتشكيك دائما يدور حول هذه النقطة، نقطة الترويج، والإعلان جزء من الترويج. ومشكلة الإعلان والترويج وحصر أهميتهما نابعة من صعوبة فصل تأثير الإعلان على المردود أو على المبيعات بشكل عام.